طبعا على حسب ما انتم بتحبونه. طبعا الحين نشوف سوية، هذه سوية خليها شوية بعد ونغطيها شوية نرجع لكم ان شاء الله. وهذا ما شاء الله خلصنا الستيك، نسكر الفرن، وهذه ستيكتنا جاهزة، ونجيب القطعة الثانية. والحين نقص الستيك نشوف استوي. وهذه ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني شيء من الآخر مثل ما احنا نشوف. هذه تبارك الرحمن. طبعا لطلب الجهاز او الاستفسار تواصلوا مع خالد على 0511221 3. وفالكم طيب ان شاء الله. هذا اللحم ما شاء الله تبارك الرحمن، وهذا سوية اللحم كله.